هل صح أن الرسول قال الكلب الأسود شيطان؟ نعم صح، لكننا نحب أن نسترسل في الإجابة على هذا الحديث إلا أن محله الدرس القادم، لكن عموما ما دام قد جاء. يا عبد الرشيد، عبد الرشيد وفقه الله من إخواننا من بخارى ومن المجدين في طلب العلم، كيف تفهم يا عبد الرشيد حديث رسولك محمد الكلب الأسود شيطان في ضوء ما ورد في كتاب الله سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ يعني أنا أرى الكلب الأسود، فكيف هو شيطان والله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ السؤال واضح يا عبد الرشيد؟ أجب. لا تعلم قد أحسن من انتهى إلى ما علم. أخونا محمد كشاف، هل لك علم في هذا الصدد؟ أخوك عبد الرشيد وفقه الله وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ونعم ما يصنعه الذي لم يرزق في المسألة نصا. لا يكون هو الشيطان نفسه ولكن الشيطان يتشكل، يعني مش عارفين نفهم. نعم نعم، ماشي يا محمد. ومن قال لك أجب يا محمد؟ بس لكن هو حر على محمد كشاف، بين بينهم شيء، الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم يا شيخ سعيد، الخلقة الحقيقية التي خلقها الله للجن. الكلب الأسود صورة تمثل به غيرك. نعم يا والد، نعم كل رجل له شطان لا، الإجابة غير واضحة يا والد، الإجابة غير واضحة. نعم يعني الكلب الأسود داخله عفريت ملبوس به يعني ولا ايه؟ أنا متأكد. أنا أشوف ماذا عندك؟ أحسنت، ما اسمك؟ ها؟ خالد ابن حجازي. اسمه خالد ولا خا؟ خاء ولا خاء؟ خالد ابن حجازي. نعم، يقول خالد ما حاصله أن يصير كلامه، يعني كلامه كل شيء، كل دواب منها شياطين، بنو آدم منهم شياطين، صح كده ولا لا؟ كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فما قل عن ولد من الأولاد هذا الولد شيطان، لا تعني أنه شيطان بمعنى عفريت من الجن، ولكن شيطان إنس، لكن شيطان إنس. أصل مادة شطنة تحمل معنيين، الشيطان الذي هو إبليس، قيل اشتق من شطن بعد عن الخير أو شاط احترق،
فمن كل جنس شياطين. فالولد الشقي الغوي المخالف لأمر الله وأمر رسوله البني آدم يسمى شيطان، ومن الكلاب الشياطين، كذا قال بعض العلماء. من كل صنف شيطان، من نفس الصنف، من نفس الصنف، والله أعلم. كذا قيل، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم ماشي. لكن نعم الإبل خلقت من الشياطين وأنها مرضت لا لا لا، في كلام شوي في نظري سندي بعض الكلام. ها مش فاهم كلام، الأسود خالص ولا الأسود البهيم؟ مع هذا التقعيد سيكون ممكن يكون أسود خالص وممكن يكون أسود بهيم. القضاء عياض ماذا قال؟ وذكر شيئين، الشيء الأول أن الشياطين تأتي في تمثل في صورة الجن يعني، والثاني أن الملائكة يكون شيء أغلبي، وقد يكون ثم رأي آخر أن يكون تشكل الجن أو الشيطان في صورة كلب أسود شيء أغلبي، ونحن نبني على الغالب أحيانا، وفي الشريعة البناء على الغالب. ولعله ذكر شيء في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا فإنها رأت شيطانا. فبعض الشراح يقول الكلب قد ينبح لأمور، قد ينبح لأمور، إذا رميته بحجر ينبح، إذا اعتديت عليه في البيت ينبح، فهذا لا لأنه رأى شيطان في هذا المقام، إنما لأنك اعتديت عليه. لكن إذا وجدت سمعت الكلب ينبح بالليل بصورة مستمرة وليس هناك بشر يمشون ولا خلق يمشون، فالغالب أنه ينبح لماذا؟ لمرور الشيطان به، والله أعلم. فإذا حملته على ما ذكر أخونا الشيخ سيد أن الكلب الأسود كثيرا ما يتشكل، أن الشيطان كثيرا ما يتشكل بصورة الكلب الأسود، بعض العلماء يضيفون إلى الكلب الأسود كل ما كان أسود من الدواب كالقطة السوداء سوادا، بعضهم يذكر هذا، لكن النص فيه الكلب الأسود، والله أعلم. نعم ذبح الكلب الأسود قتله ولا ذبحه؟ ذبحه. أنت لابس عمامة سوداء لماذا يعني؟ نعم يكون التقييد من حيث لا ترى النوم أغلبي، لكن لا يمنع أن شخصا يرى شيطانا متمثلا بأي شيء أحيانا، لكن التقييد الكلي التقييد الأساسي يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.